من وزاره العمل لمبادره ابدا، بروتوكول تعاون وقعته شركه نوفا للتنميه الصناعيه، دي تابعه طبعا لمبادره ابدا مع عدد من كبريات الشركات العالميه بهدف تعميق التصنيع المحلي لمستلزمات محطات المياه والصرف الصحي. الدكتور اماني عيد الرئيس التنفيذي لشركه ابدا لتنميه المشروعات كان ليها تصريح مهم، قالت فيه ان هذا التعاون من ضمن جهود مبادره ابدا في زياده الاستثمارات الصناعيه وتوطين صناعات حديثة، خصوصا وإن نوفا هو المصنع الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا اللي بينتج المكونات اللازمة لمحطات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه طبقا للمواصفات القياسية العالمية. بيصل إنتاجيته أو طاقته الإنتاجية لحوالي 1500 طن من منتجات الستانلس سنويا، وده اللي هيقلل الفاتورة الاستيرادية لمصر حوالي 100 مليون دولار في السنة الواحدة. محتاجين نعرف المزيد من التفاصيل، بتنضم لنا هاتفيا الدكتورة رباب عبيد مديرة إدارة تطوير الأعمال بمصنع نوفا للتنمية الصناعية. برحب بحضرتك يا فندم. مساء الخير على حضرتك. اهلا بيكي، ويا ريت من حضرتك تكلمينا عن اهميه هذا البروتوكول ومدى مساهمته في تعميق التصنيع المحلي لمستلزمات محطات المياه والصرف الصحي. بصي حضرتك، مبدئيا احنا لازم نقول ان احنا عندنا نقص جامد في توطين الصناعه العالميه محليا. احنا قعدنا فتره طويله ما عندناش النو هاو بتاعه الحاجه، يعني احنا كمصانع مصريه ما عندناش صناعات متطوره. فمحطات معالجة مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي، محطات معالجة الصرف الصناعي، محطات معالجة البيئة بشكل عام، معداتها أغلبها بنستوردها بالعملة الأجنبية من بره. فكانت فكرة مصنع نوفا إن إحنا جايبين شركات عالمية، مش واحدة أو اتنين، إحنا عندنا 8 شركات عملنا معاهم بروتوكولات تصنيع أندر لايسنس، يعني تحت مراقبة الشركات دي، بكل أنواع المعدات اللازمة للمحطات دي. يعني عندنا 8 شركات من ألمانيا ومن أمريكا ومن إيطاليا متعددين بالمعدات دي. تمام، طبعا احنا بنثمن توجه مبادرة ابدأ للتعاون مع الشركات العالمية، لكن أكيد هذا التوجه ليه العديد من المميزات والفوائد، ممكن تطلعين عليها؟ خصوصا أن هذا البروتوكول يعني هيساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية لمصر. بص حضرتك، هو مش بروتوكول واحد، هما 8 بروتوكولات، لان هما 8 شركات مختلفه. كل شركه احنا واخدين معاها بروتوكول بالتصنيع اندر لايسنس ليها، يعني هي ليها المراقبه على الكواليتي انها تبقى طبقا يعني للكواليتي العالميه بتاعتها انها مقبوله، والمصنع ده هيبقى انتاجه ان شاء الله لمصر وكمان لمنطقه الشرق الاوسط، وممكن كمان زياده الانتاج لو احتاجوه يبقى ممكن كمان يرجع تاني لامريكا على حسب احتياج الشركات دي. تمام. المعدات دي كلها زي ما قلنا كانت بتستورد من الخارج، فان انت حضرتك نقلت نوها وهتدربي عليها عماله مصريه، هيبقى عندك بعد كذا سنه احنا بنعمل تطوير وبنعمل دراسات وريسيرش وديفلوبمنت، بعد شويه هيبقى عند حضرتك ناس موجوده عندها الخبره دي، عندك علم نقل. ده غير طبعا ان انت وفرتي طبعا في اماكن العماله زي ما حضرتك قلتي في المقدمه، ان انت وفرتي فاتوره استيراديه ب 100 مليون دولار سنويا، فده طبعا حاجه كبيره يعني. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره رباب عبيد مديره اداره تطوير الاعمال بمصنع نوفا للتنميه الصناعيه، شكرا جزيلا ليكي.